خلينا نشوف، خلي حاليا نحط الاي والجي على ما نشوف اذا بنحتاج نحط شيء زياده ولا لا. زين هاي حق الاي والجي، بعدين كور، بعدين بندي. زين ف شو اسمه زين بنخلي هني اي، هني بيكون عندنا جي، بيكون عندنا كول، اندنج زين. هنا نحط القيم، هنا طالع هني اعطانا القيم الليست اللي موجود، اعطانا 0 و 2. اوكي فبنخلي هني 0 و 2 تمام، ونشوف شنو بيصير لنا. بندش الميثود، اول ما دشينا قال لنا اطلع الليست 0 وبعدين ماينس 2. خلينا نشوف الليست 0 بيكون فيه شنو، بيكون 1 بعدين ماينس 2 تمام. هاي شنو فرنت لاين. اوكي بعدين قال لي هل الاي تساوي الجي؟ لا ريتيرن اي. اوكي الس اف هل الليست اي زوجي اللي هو الواحد؟ لا الس قال لنا رجع هنا كولينج ليست اي زائد فايند ليست زائد اي وجي. زين خلينا نشوف هني هني الكولينج، وبيكون عندي بندنج هم كول هم بند. نبتدي بالكول. زين بنخلي شنو الميثود نفسه فايند، فايند بالقيمة الجديدة اللي هي شنو الليست. خب الليست عادي نفس الشيء بيكون ما بتغير، القيم الاندكس اللي بتتغير. زين يلا شوي قيم الاندكس بتصير ان بتصير واحد. زين الجي بتبقى من نفس ما هي. زين اصغر الخط شوي عشان يجزي. زين الليست هني الجي كم بتكون؟ بتكون 2 نفس ما كانت. فهاي الكولينج اوكي. بعد نغير اللون عشان ما نضيع الكلمة. زين شنو اللي عندنا بندنج؟ عندنا ريتيرن بندنج. زين اللي هي شنو كان؟ ليست جي اللي هي كم؟ ليست جي اوبس على فكرة أنا غلطان، مفترض يكون هني 3 مو 2. زين ليست جي اللي هي 3 زائد اوكي قيمة الفايند بالارقام. خلي الفايند بس نخلي فيها الارقام اللي تتغير عشان ما نكتب وايد، فبنخلي 1 و 2 تمام. البندنج صاير عندي، خلينا نصلح هني لان هاي هني 3 مو 2.
اوكي مية سنة واحدة واحد ناقص ثلاثة. زين الحين بندش بالأرقام الجديدة اللي هي واحد واثنين. زين خلينا نشوف أول شيء قال لي اطبع اللي في الليست واحد اثنين. خلينا نشوف بنطبع list i اللي هو 2 minus 3. اوكي بعدين نشوف نقارن هل ال i تساوي ال j؟ لا. هل القيمة اللي في ال i list list i زوجي اللي هي 2 ايه زوجي؟ في الحين شنو بنسوي هالميثود؟ هالميثود شنو يقول لنا؟ يقول لنا retail list i بندق هاي بيصير find اعطانا ارقام جديدة. الحين بنسوي calling مرة ثانية زين وارقام جديدة. خلينا نكتب الليست عشان تسمع يعني صار معروف. اهم شيء عندنا الرقم انه ما يتغير. فتدرون خلينا نحط ثلاثة نقاط عبارة عن الليست. فبنقول له هني القيمة الحين قال لي حط لي قيمة الاي نفسها اللي هي كم كانت؟ واحد. تمام. بعدين قال لي حط قيمة الجي ناقص واحد. الجي كم؟ اثنين اوريدي، احنا دشينا بقيمتها اثنين. تمام؟ فكم بتصير؟ بتصير واحد. تمام؟ فاحنا بنسوي كول الميثود بالارقام. بعدين عندنا بندنج list i اللي هي كم؟ list i اللي هي 2 زائد find بنحط نقطتين حق list بالارقام الجديدة اللي هي 1 اصلا 1. تمام. الحين خلينا ندش الميثود مرة ثانية بالأرقام اللي أعطانا واحد يعني بعد واحد. خلينا نشوف شنو يصير. أول ما دشينا قال لنا أطبع، فبنطبع الأرقام واحد واحد يعني اثنين ناقص اثنين. تمام. بعدين شنو قال لي؟ قال لي هل الآي تساوي A A واحد واحد؟ فقال لي إذا رجع I. فصار قيمته هني قيمة الميثود هني صار كم؟ صار واحد. تمام. القيمة مالتها واحد. مفترض كنا نحط هني بعد لاين عشان القيمة الريتيرن. خلينا نرتبها شوي عشان نقدر نحط نجيبها شوي داخل. زين ونحط هنا قيمة ريتير. تمام. فهنا بنكتب ريتير. أنا حصلنا قيمة في هالمرحلة فالأفضل نكتب القيمة. زين القيمة اللي حصلناها في هالمرحلة كم؟ واحد. تمام. فرجعنا هنا واحد. زين فالحين نحتاج شنو؟ نرجع حق الخطوات اللي كانت قبل حق البندنج مالنا. البندنج مالنا كان ناقص ما كنا نعرف الجواب. فاثنين زائد فايند 1 1. زين الحين ما دام عرفنا find 1 1 كم قيمته اللي هو واحد فنقدر نطلع الجواب. فالحين شنو بيصير؟ نرجع هني
2 زائد 5.11 اللي هي قيمتها 1 تم بصير 3 تمام هني بيكون 3 عندي تمام بعد برجع ورا زين الحين find 1.2 عندي قيمته اللي هي 3 زين زائد 3 كم بتصير بتصير 6 تمام فالحين ارجع في الاكس المين اخلي شنو اخلي 6 وهني في system.out زين x capital تساوي 6 تمام مفتوح هاي الاوتبوت خلينا نشوف تمام هاي هو الاوتبوت اذا عندك سؤال هاي كان شوي طويل ويخربط لان عم اندكس هم هاي ف خلينا نشوف واحد وصفر ليست اي ليست تبعت ليست تبعت بس لو تعيدون السؤال عشان ما وصلت الفكرة اوكي ليش طبعنا اوكي فهمت السؤال لان هني ليست اي اذا الاي كانت صفر فطبعنا واحد اللي هي قيمتها تمام فظهر مفهوم اوكي خلينا نعيدها على السريع زين نعيدها بالارقام يكون واضح لان ساعات الواحد شوي يتشتت خلينا نشوف على السريع على السريع نبتدي من المين هاي القيم عندنا اوريدي هنا تمام 1 2 3 بعدين عندي find اللي هو الميثود زين بيتخزن داخل x وينطبع ويا الهاي تمام زين فالحين لازم نطلع قيمه الx فبنرجع شنو القيم اللي اعطاني؟ اعطاني ليست اوكي و0 و2 تمام؟ فبدينا ب0 و2 دشينا الميثود اول شيء بنطبع القيم اللي داخل هالاندكس لان هني شنو ليست اي ليست 0 كان فيها 1 بعدين ماينس ليست جي اللي هي 2 هي كان فيها 3 تمام؟ زين بعدين if i يساوي j لا else list i اللي هي واحد هل هي عدد زوجي لا بروح حق اللي تحت تمام هنا شنو هم بندنج هم كل طيب اثنيناتهم فقلنا له list j اللي هي ثلاثة زين زائد find بالارقام الجديدة اللي هي i plus 1 اوكي فبنخلي هالمعادله بندنج هنا تمام بنسوي كول حق الارقام الجديده اللي هو ليست بعدين الاي اللي كانت صفر صارت كم صارت واحد الاندكس وبعدين عندي جي نفسها اثنين تمام وخلينا هنا كبندنج لان ليش ما عندنا قيمه فايند ليست 1 2 ما عندنا قيمتها ف فبنخليها بندنج ما نعرف هي خمسة ستة سبعة ما عندنا فكرة إذن فبنروح بنروح بالأرقام الجديدة اللي هم دلين بندش الميثود مرة ثانية إذن الأرقام الجديدة واحد واثنين أول شيء بنطبع القيمة اللي في الواحد إذن اللي هي هاي القيمة اللي في الواحد هاي بتكون أوكي بعدين بنطبع القيمة اللي في الجي زين اللي هي هاي اثنين وثلاثة بيصيروا اثنين وما هي ثلاثة زين هل الاي تساوي الجي؟ لا هل الليست اي ليست اي اللي هي 1 زين الاي حاليا قيمتها كان 1 فليست اي يعني اثنين قيمة اللي داخلها اوكي عدد زوجي هي عدد زوجي فهني عندنا ريتيرن
list I زائد find. Okay. List I زائد j minus 1. بنسوي الكول، نخلي الكول اللي هو شنو القيمة الجديدة اللي عندنا. الj بتنقص 1. زين هي رد 2 فناقص 1 بتصير 1. زين فليست 1 1 تمام، وبنخلي القيمة اللي هي شنو list I already already list I كم 2، بنخلي 2 زائد find اللي ما نعرف قيمتها كم. زين دشينا ب I دشينا ب 1 1 حق الميثود. زين أول شيء بنطبع 1 1 شنو قيمتهم 2 هني. اوكي بعدين اف، بعدين بروح حق الاف، هل الاي تساوي الجي؟ اي بتيرن اي اللي هي كم قيمتها 1، الاي كم كانت 1 تمام، فصار عندي قيمه 1. فالحين اقدر ارجع لان حصلت القيمه، الريكيرجن يمشي 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 لين ما هاي الاف اللي هي بريك يعني كانها بريك زين يصير، بعدين يرجع على ورا يصير بالعكس يخلص اللي عليه. زين يرجع يرجع ورا، اوريدي عندي قيمة 1 زين، فيرجع فاثنين زائد 1 اوكي يصير كم 3. بعد نرجع ورا 3 زائد 3 يصير كم 6. الرقم اللي بيطلع لنا وين بيتخزن؟ بيتخزن في الاكس اللي هنا. لما ليش نادين الميثود داخل الاكس. زين بعدين system.outprint بطبع الاكس زائد زائد سوري نطبع الاكس قيمتها اللي هي 6 تمام. الاوتبوت طويل كان بس ما ادري ان شاء الله قدرت اوصل الفكره. تمام، إذا فخلينا نروح للسؤال اللي عقب.